الاخوه الاحباب واصدقائنا وكل الناس وعملائنا الاعزاء وكل الناس ان هو لازم يظبط ورقه قبل ما يبعته، يبقى ورقه كله مظبوط، الكلام اللي مكتوب في السي في يبقى قدامه ما يثبت الكلام اللي موجود في السي في. في اتش ار بيفهم انجليش وعربي وفي اللي بيفهم عربي بس، فبالتالي انا باخد له الاثنين للمصداقيه. قصد السي في بقى نقول له بعت ورق حضرتك، اقول لك كل كلام مكتوب في السي في. طب ما انت كاتب السي في ده كتابه، قال لي يثبت الكلام اللي مكتوب في السي في، كورسات، مؤهلات، شهادات خبره، خلاف ذلك تصميماتك، شغلك، ادائك، فيديوهاتك. طبعا الكلام ده هو للمهندسين والشيفات وكل ما يشمل في مجال التوظيف. بعت السي في عربي وانجليش مع شهاداتك وكورساتك وشهادات الخبره، تمام. واشكر حضراتكم وارجو بعد الفيديو ده نرجو الالتزام بالتعليمات على هدف نبقى من افضل لافضل لافضل والنجاح لنجاح لنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، لان احنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده اهم حاجه، واشكر حضرتك.